بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الملتقى الإعلامي لعام 2019 مع قسم المختبر الجنائي لإعطاء صورة شاملة عن دور المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة ودوره في حل كثير من القضايا الموجودة. طبعا تم هناك أيضا جانب التوعوي في هذا الملتقى أو هذا المؤتمر البسيط أو الملتقى عفوا، دخل فيه الجانب التوعي بالنسبة للقضايا الخاصة بالحرائق وغيرها من هذه الأمور. ذكرت بعض الأمثلة من الاستخدامات الخاطئة لبعض الأدوات الكهربائية في بعض المنازل مثل المشترك الكهربائي أو الشواحن أو غيره وسببها في الحريق، وأيضا استخدام عقاب السجائر التي كانت ترمى من البنايات للأسف وقد أدت إلى احتراق بناية معينة. ونقل خبرات الأخوة الخبراء والفنيين في المختبر الجنائي، وأيضا مشاركة من جانب آخر أيضا كان هناك مشاركات الخبراء والفنيين على مستوى العالم وعرض آخر البحوث التي توصل الخبراء لها ومناقشتها، وتم أيضا عرض كثير من الأمور التي قام بها المختبر الجنائي من حيث تدريب وعدد من طلاب الجامعة في قسم المختبر الجنائي. هذه بصورة عامة كانت يعني محاور اللقاء ولإبراز أهمية المختبر الجنائي.